نحب نوصل ميساج لهيئة النادي الافريقي، بربي 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 سهلونا في عملية قص التيكيات، فما على الانترنت صدقني اسهل حاجة تنجم تقص وانت مرتاح. هاك ترى صدقني من صباح ربي ما كلينا شيء، 6 نتاع الصباح واقف، 10 نتاع الصباح حلو قيشيات، بعد يقول لك فمش حتى تيكي. معناها واحد ما عندوش فلوس تحته يوصل يقص تاع 30، شيء يوقف المخ. جمهورنا يزيد شحنه اكثر كي تبدا موجود الجمهور الاخر، وتولي فرجه اكثر متعه اكثر بالطبيعه، وشارم نتاعو كي يبدا معناها زوج جمهور منا ولا منا. اما هذا ما يعنيش اللي احنا اخذين العزم بجمهور بلاش، بعون الله هذه مسيرتنا تويكا احنا ما عاد يفوك لنا حتى حد. الناس الكل تتحمل المسؤوليه، خاطر نورمالمون كان كل واحد خاصة بالموم يصير لناش هذا الكل. الناس الكل لازم تاخذ العبره تخصها بالموم الاول، باش ما نخلوش فرصه لحتى واحد باش يعمل فينا كما يحب. حاصل وحظ اوفر نادي فريق. الحكايه هذه تو مش اول مره تصير مع جماعه المكشخه الاتوال سي اس اس نسيت الحكايه هذه مع الكلوب، علاش الله اعلم. اشتري ياخذهم الحاكم، اشتري يفكوهم لك وتقعد انت هكاك وحرق اعصاب ودم هكاك فارغ، نضيع نهار من عمرك هكاك فارغ، لا تقص لا والو. من بعد من 6 تاع الصباح انا جيت طلع قصيتها وبيعوا فيهم الحاكم ساكن ماشي 35000، علاش؟ ما تجيش جمله واحده، يشوفونا حل يا خويا، ولا مش لازم نحوها البطوله هذه جمله واحده، باش يجي واحد من بوعراد ويجي لهنا مثلا ومن بعد ما يلقاش تذكره، علاش؟ بلا باهي خير، ولا بلا باهي خير. مربوحة إن شاء الله بنروح بدلنا في ديك الفريق، راي عقلية ديما لهنا الحكاية. ونحن جينا من بنقران 600 كيلومتر على خاطر النادي الإفريقي، ما لقيناش تعب في التكيات، والحمد لله كل شيء مشى من الراجل، وإن شاء الله مربوحة، وإن شاء الله بقوة الله نفرحوا بالترج، ونتفرجوا على كرة سمحة، ونتفرجوا في ديربي صح، تاع 2004 و2005 و2006. إن شاء الله مربوحة.